السلام عليكم، أنا محمد غنايم. كيف الحال أحبتي في الله؟ أسأل الله أن تكونوا بأفضل صحة وحال. كيف أتعلم بشكل أسرع؟ يعني لطالما أردنا في لحظة من اللحظات أن نتعلم أو نملك القدرة على تعلم وحفظ شيء بشكل سريع، صحيح؟ فهذه الحلقة ستجعلك بإذن الله تتعلم بشكل أسرع، فاحرص على مشاهدتها لنهايتها. قبل كل شيء يشاركنا في هذا المقطع الأخت دانا علان، نشكر لها وجودها، وأهلا وسهلا بك معنا. السلام عليكم جميعا، إن شاء الله تكونوا بألف خير. سعيدين اليوم إن نشارك معاكم مجموعة من النصائح اللي رح تساعدكم بالتعلم بشكل أسرع بإذن الله. حياك الله. طيب، سواء كنت عائد للمدرسة أو الجامعة ومللت من جملة أنا هذه المرة سأجتهد، فبإذن الله ستفعل هذه المرة بعد أخذك لهذا المقطع بجدية. طبعا شاركت الأخت دانا بمقطع على قناتها، اذهبوا وشاهدوه هناك بعد مشاهدتك لهذا المقطع لأنهما مكملان لبعض. أول نقطة لتتعلم بشكل أسرع، تجنب الكتابة على الحاسوب أو اللابتوب أثناء الدراسة. بعضكم وأنا واحد منكم كنت في فترة من فترات دراستي أستخدم الحاسوب أو اللابتوب لتدوين ملاحظاتي أثناء الدراسة، وهنا أبحاث كثيرة قالت أن استخدام الحاسوب أثناء الدراسة في تدوين ملاحظات يجعلك تتعامل مع المعلومات بسطحية، وهذا أمر حقيقي لمسته. يعني كنت كلما اقترب الاختبار أقوم بطباعة الأوراق من الحاسوب على ورق حقيقي حتى أشعر أنه مهم. والسبب ليس هنا فقط، بل أن الكتابة بشكل يدوي وعلى ورقة أو باستخدام قلم تساعد الدماغ في استيعاب وفهم ما تكتب بشكل أسرع. أيضا يعني الحاسوب مربوط بالإنترنت وبه مشتتات كثيرة، إضافة إلى أنهم وجدوا من يستخدمون الحاسوب أثناء الدراسة يقومون بنسخ المحاضرات كاملة كما هي دون معالجة المعلومات الموجودة في المحاضرة وتمييز أيهما الأهم. في 3 دراسات جاء أن الأشخاص الذين كانوا يستخدمون أجهزة الحاسوب المحمولة في تدوين الملاحظات أثناء الدراسة كانت علاماتهم أسوأ في أسئلة الفهم من الأشخاص الذين كانوا يستخدمون الكتابة اليدوية أو الورقية. طيب، يعني ما هو الحل لهذه النقطة؟ يعني في ظل التقدم التكنولوجي الحاصل وأن كل شيء أصبح الآن أونلاين بسبب جائحة كورونا، لا أعتقد أن الأمر أصبح سهل الكتابة بالقلم أو الورق. صحيح، الحل ببساطة أن تكتب يدويا ولكن على أجهزة حاسوب حديثة مثل الآيباد أو تابلت حديث، وهذه الطريقة أتبعها شخصيا، ولكن يعني تحتاج إلى آيباد أو تابلت حديث بحيث تكون سرعة كتابة القلم عليه سريعة، وإلا ستكتب شيء الآن يعني بعد شهر ستقرأه. النقطة التالية للأخت دانا. والنقطة التالية هي مبدأ دراسة نوم دراسة. أكيد كلنا بنعرف إن النوم بعد الدراسة يعتبر طريقة ممتازة لمساعدتنا على حفظ المعلومات، لكن في دراسات جديدة طلعت بتثبت إن النوم بين الجلسات الدراسية له فائدة أكبر كمان، رح يساعدنا على حفظ المعلومات الجديدة والقدرة على استرجاعها لفترة طويلة ممكن توصل ل6 شهور، وكمان بوقت المراجعة رح نلاحظ إنه عم نقدر نراجع المعلومات بشكل أسرع. والدراسة اللي أثبتت هاي المعلومة جابت 40 شخص وأعطتهم 16 كلمة جديدة عليهم من لغة تانية والمفروض إنهم يحفظوها، وقسموا 40 شخص لمجموعتين، مجموعة رح يختبروهم بالمعلومات الصبح ورح يعيدوا اختبارهم مرة تانية بالليل، والمجموعة التانية رح تختبر بالليل بعدين رح يناموا، وتاني يوم الصبح رح يعيدوا الاختبار. فبالاختبار الأول لاحظوا إنه النتائج متقاربة بين المجموعتين، بينما بالاختبار الثاني المجموعة اللي ناموا كانت درجاتهم أفضل من المجموعة اللي ما ناموا. والإشي المميز بهذا الموضوع مش بس إنه المجموعة اللي ناموا قدروا يجيبوا علامات أحسن بالاختبار الثاني، كمان بعد 6 شهور كانوا أكثر قدرة على تذكر هاي الكلمات اللي تعلموها. وهذا الشيء بالضبط اللي إحنا محتاجينه خلال الدراسة، إن نضلنا محافظين على المعلومات لأطول فترة ممكنة للاختبارات، وكمان بعد ما نخلص الاختبارات ونتخرج نقدر نستفيد من هاي المعلومات بالتدريب والشغل. النقطة التالية، احفظ ما تريد عن طريق مبدأ الاستذكار. كيف؟ يعني اربط كل ما تريد أن تحفظ بجمل غريبة أنت تؤلفها. طبعا هذا المبدأ يعني يعرفه كل من درس في المجال الطبي، لأن هناك مصطلحات طبية معقدة وغريبة وتحتاج منهم أن يحفظوها، فهذا المبدأ يستخدمه أغلب من يحفظ مصطلحات طبية بشكل متكرر. لنفترض أنك تريد حفظ هذه الأسماء بشكل مرتب، لنفترض الكلمات التالية، كلمات بسيطة تريد حفظها بسلسل واحد، مثلا أخضر، برتقالي، أزرق، بنفسجي، أسود. إذا أردت أن تحفظ هذه الكلمات بدون ترتيب تخيلها مجسم، مثلا كرة لونها برتقالي عليها خطوط زرقاء مكتوب عليها كلمة بالبنفسجي، لون صمام أسود من داخل الكرة أخضر، هكذا عندما تحتاج أن تتذكر هذه الألوان فقط تتخيل الكرة بهذه البساطة. ولكن لو أردت أن تحفظ هذه الألوان بطريقة متسلسلة يجب أن تقوم بتكوين أو تأليف جملة تتناسب مع هذه الألوان وتكون غريبة قدر المستطاع. مثلا جملة يعني أخذ بريد الزرقاء بنفس السيارة، الزرقاء مدينة أردنية،
السيارة تعرفونها، فيصبح الأمر نوعا ما سهل أن تتذكرها. يعني بداية كل كلمة بداية لون، فهذه الطريقة عندما تتذكر الجملة تتذكر الكلمات مباشرة. مثلا أخذ أخضر، يعني بريد حرف الباء برتقالي، بريد برتقالي، وهكذا. وتذكر كلما كانت الجملة التي تؤلفها غريبة كلما هذا الأمر ساعدك في تذكرها وخلقت لديك ذاكرة طويلة الأمد لهذه المعلومة. والنقطة اللي بعد هيك هي شرب المي، أسهل وأبسط طريقة لرفع الدرجات بإذن الله. في دراسة عملوها على مجموعة كبيرة من الطلاب، تقريبا 450 طالب، 25% منهم بس اللي كانوا يجيبوا معاهم مي لقاعة الاختبار، ولاحظوا انه هاي ال 25% اللي كانوا يشربوا مي تحسنت علاماتهم اكثر من البقيه الباقيه بنسبه 5%. والسبب بهذا الشيء انه شرب المي بخفف من التوتر، فمنصير قادرين ان نركز اكثر واحنا عم نحل الاختبار. وهاي المعلومه بالذات بعتبرها جدا مهمه، لانه مريت بتجربه اثبتت لي صحتها. باختبار الفيزياء بسنة أولى جامعة دخلت الاختبار وأنا مش مفطرة ولا شاربة مي، فلما مسكت ورقة الاختبار عم بحاول إني أحل، بس حرفياً مو قادرة أحل شي بالمرة. فاستأذنت من المشرفة أو المراقبة على الاختبار إني أقدر أشرب مي وأفطر، والحمد لله إنها أذنت لي، لأنه مباشرة بعد الفطور مسكت الورقة خلص من أول وجديد وحاولت إني أبدأ أحلها، والحمد لله حليت الاختبار كامل. فتذكروا دائماً إنه الفطور مهم وشرب المي جداً ضروري. النقطة التالية، حاول أن تتعلم بطريقة أنك تتظاهر بأنك تعلم شخص آخر. يعني عندما تريد أن تتعلم نقطة ما، حاول أن تشرح هذه النقطة لشخص وهمي بجانبك، هذا الأمر يساعدك في فهم هذه النقطة. لماذا؟ لأنك عندما تفكر أنك تشرح أو تعلم شخص آخر، يحتاج دماغك منك أن تفهم المادة أنت بالشكل الصحيح أولا حتى تستطيع إفهامها لذلك الشخص، فبالتالي تقوم بذل طاقة أعلى وتفهم تلك النقطة بشكل جيد فتستطيع شرحها، وبالتالي تبقى في ذاكرتك لمدة أطول وتكون قد تعلمتها بشكل أسرع. والنقطة التالية، المكافأة. في مصطلح مهم وهو positive reinforcement أو التعزيز الإيجابي، بمعنى إنكم تربطوا عمل معين بشعور إيجابي حلو، زي إنكم تربطوا الإنجاز بالدراسة بمكافأة بإشي أنتوا بتحبوا. مثلا ممكن إنه يكون إشي زي إنكم تطلعوا تتمشوا بالحديقة مع حدا من أهلكم أو قرايبكم، أو تتغدوا بمطعم. ومبدأ التعزيز الإيجابي رح يفيدكم بطريقتين. أولاً رح يزيد من إفراز هرمون الدوبامين، فرح يعطيكم رضا أكبر عن نفسكم، وهي لحالها تعتبر مكافأة نفسية كتير كبيرة. ثانياً رح يعطيكم تحفيز إنكم تنجزوا أكثر بالجلسات الدراسية الباقية، لأنه دائماً الإنجاز بجر إنجاز. ولحظة شوي، هون في نقطتين مهمين لازم إنكم تنتبهوا عليهم. أولاً بموضوع المكافأة ضروري جداً إنكم تكونوا جديين بالموضوع، يعني ما تتساهلوا مع حالكم وتكافئوها حتى لو ما أنجزتوا، لأنه بهاي الطريقة ما رح تستفيدوا إشي من هاي الفكرة. ثانياً حاولوا إنه المكافأة ما تكون قاعدة على الموبايل، لأن الموبايل والسوشيال ميديا رح تسحب طاقتكم وتضيع وقتكم بدون ما تحسوا. وإن شاء الله تكون هاي الأفكار فادتكم. في النهاية أحبتي في الله، نود أن نشكر الأخ دانا على معلوماتها القيمة، ونتمنى أن نكون مجتمعين قدمنا الاستفادة لكم. نصيحتي، كن مجتهدا حتى في أسلوب تعلمك، وأيضا إمكانكم زيارة القناة الأخ دانا، ودمتم في أمان الله.